فيما يخص الفلسفة اللي قام بها الحرام باعتماد لوائح الدرجة الأولى هو أنه اعتبر الانتخابات وسيلة وليست غاية كما جاء في خطاب صحيح الجلالة مؤخرا، أن الانتخابات ماشي هي غاية، مع العلم أننا نعرف أن جميع الألوان السياسية وخصوصا من الدرجة تعتبر الانتخابات غاية وليست وسيلة. احنا في حزب الأحرار التقطنا الإشارات واعتمدنا على أنه الانتخابات هي وسيلة، لأن الغاية المراد منها هو أن تفرز نخب يمكنها أن تساهم بشكل فعلي في إقامة مؤسسات عند مصداقية تخدم الوطن وتخدم المواطن. في نبذ الفلسفة، وأشكر الحزب الذي وضع فينا الثقة كوكيل لائحة لقيادة سفينة الأحرار مقاطعة الموت كما تسمى في أكبر مقاطعة بالمغرب. هذه المقاطعة هي كان خصها تكون دائرة يعني انتخابات فيها تشريعية، لأن 180,000 مسجل تقريبا عدد النسمات ديال الإقليم العالمي بيروماتيك. إذن حنا اعتمدنا هذه الفلسفة وتبنينا الشعارات اللي ما تبقاش شعارات نؤتت بها الفضاءات والصالونات السياسية والخطابات كذلك السياسية، ولكن بغينا أنها تكون تعمل نوع ديال الأجرة على أرض الواقع. واعتمدنا لائحة شبابية 100% باستثناء العبد كل لم يمارس السياسة ولم يمارس المشاركة الانتخابية. شباب عنده من الكفاءة كما شفتوا المؤشرات اللي انطبقوا إلى الإخوان، هذا يعتبره البعض هو مغامرة في حد ذاته، ولكن ما يمكنناش أننا نغير الواقع وما نغامروش. المسار ديال البناء الديمقراطي في المغرب يحتاج المغامرة، وهنا احنا عملنا حملات تواصلية من سوء الثقافة السياسية عند المواطن ذاك يرتفع، وبالتالي أنا على يقين ومتيقن بأن المواطن من طنجة ولما كذا تهوى المستحول اللي وقع في البلاد، وبالتالي سينعكس على التحول السياسي والانتخابي. ثم كتشوفوا صراعات كبيرة، هناك خلق لوائح فقط للتضارب السياسي، ماشي خلق لوائح كما ذكرنا عليها من أجل فلسفة ديال إفراز نخب اللي تكون في المستوى وتمثل المدينة وتمثل كذلك مؤسسات اللي عندها مصداقية في المغرب، ولكن مع الأسف دائما نعتبر أن الانتخابات هي غاية من أجل قضاء المصالح الشخصية في مدينة طنجة مع الأسف، وبالتالي خضنا معارك كبيرة جدا وقوية وكاملة عمرها من أجل هذا التحدي هذا. إذا نحن نطلب من المواطن أنه تهوى يغامر معنا من أجل هذا المبتغى اللي بغاه صاحب الجلالة واللي بغاه المواطن بصفة عامة لهاد البلاد. إذا نحن خضنا المسألة أولا بقيادة اللائحة على أساس واحد التراكم ديال التجربة على مستوى مجلس المدينة، وبالتالي إحنا كبرنامج لأن على مستوى مجلس المدينة أو طنجة هناك تحدي كبير وراه صعوبة الممارسة اللي عندنا، صعوبة على العمدة اللي عايشة كيف ما بغى يكون جميع الألوان السياسية، راه كاينة صعوبة كبيرة جدا، لأن أهم العمود الفقري ديال المؤسسة هو القطب المالي، وهناك أزمة كما تعرفون، وأن قطاع واحد فقط كيستنزف 60% من الميزانية ديال الجامعة، وبالتالي الله يحسن العون هذه العمدة اللي عندي. إذا هذا هو الدليل على أن خصنا نشجع المواطن أنه فعلا يفرز لنا نخب اللي يمكن تكون في المستوى، اللي تكون عندها قوة اقتراحية من أجل إيجاد الحلول. إحنا عندنا حلول، عندنا مقترحات، ولكن مع الأسف أنه في التدوير السابق كان هناك واحد النوع ديال الأحادية في التسيير، وبالتالي احنا عندنا حلول على جميع المستويات والمشاكل والاختلالات اللي كاينه في تدبير الشأن العام في جامعه مدينه طنجه، واللي راح كنقدموا للمواطن
على جميع المستويات وكان بينوها للمواطن واللي كان لمسوا بالمواطن أنه يتيق ديك البرنامج ديالنا لا على المستوى المقاطعة ولا كذلك على المستوى الوطني اللي هو برنامج اللي يخرج البلاد من معيقات اللي كيعرفها سواء على ثلاثة المستويات الكبرى اللي هي الشغل والصحة والتعليم وهذه المستويات هي مهمة في بناء التنمية الحقيقية لأن لا تنمية بدون تعليم لا تنمية بدون كرامة المواطن أنه يلج إلى مؤسسة الصحة ويأخذ الحق دياله في دولة تسعى إلى تحقيق كرامته. إذن هذه النقط التي كتجد في البرنامج العام ديال على المستوى الوطني وكذلك إحنا عندنا برامج على مستوى المقاطعة الذي يختلف من مقاطعة إلى أخرى حسب المشاكل ديال المقاطعة لأن المشاكل المقاطعة مما كذا ماشي هي تسواني والتسواني ماشي هي المغوغة والمغوغة ماشي هي المدينة وبالتالي إحنا عندنا حلول كذلك حتى على مستوى المشاكل ديال المقاطعة مما كذا بالرغم من شساعتها الجغرافية وبالرغم من يعني احتدام المشاكل الحقيقية التي تنبني على التسيير والبنية التحتية إلى آخره. عندنا برنامج متكامل، عندنا لائحة شبابية تحتوي على كفاءات مهمة اللي غتكون الكلمة ديالها وكتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمواطن اللي يتم استمالته بجميع الوسائل سواء كانت قانونية وغير قانونية إلى تحديد وجهته ولكن أنا متأكد بأن المواطن وعى وسيقول كلمته. أولا فعلا اليوم كانت هناك ندوة جمعت جميع المناظر الإعلامية من أجل متابعة تقديم حزب تجمع الوطن الأحرار لوكلاء اللوائح وكذلك وكيل لائحة انتخابات شرعية بمدينة طنجة. كان هناك يعني إبراز لجميع المؤشرات اللي كتميز بها اللوائح واللي بالأساس بالدرجة الأولى هي أنها أفصحت عن ما يسمى بأنها لوائح شبابية بامتياز اللي كتضم تقريبا ما أكثر من 90% من الشباب مؤهلات مهمة جدا واللي بيناها على عدة مستويات كذلك شواهد يعني دراسية مهمة كانت 40% ثانوي 39% تعليم عالي 6% شواهد دكتوراه و 15% شواهد الماستر. إذن الوصفة هذه مهمة جدا في إطار التحول اللي عرفته البلاد وكذلك تماشيا مع الخطابات الملكية التي اعتبرت بأن الانتخابات هي فقط وسيلة وليست غاية ولكن الغاية هي أن الأحزاب يجب أن تفرز نخب مهمة جدا تساهم في إقامة مؤسسات عندها مصداقية تخدم الوطن وتخدم المواطن. فنحن بصفتنا وكيل لائحة المقاطعة لما كذا مقاطعة الموت كما سميتها وكما يسمونها عندنا تحدي كبير خصوصا أننا اعتمدنا اللائحة الشبابية 100% هي مغامرة في حد ذاتها يعني تماشيا مع الواقع السياسي الانتخابي في المنطقة اللي كيعرف يعني نزول كائنات انتخابية مهمة عندها لها باع طويل وعندها تجربة مهمة في الانتخابات ولكن كذلك نحن نتوفر على تجربة عاود كذلك مهمة في يعني في ديك المقاطعة هذيك على وجه الخصوص ورسمنا الخريطة الانتخابية ديالنا بشكل دقيق جدا واعتمدنا أحرار القرب بمنطق أن كل منصب داخل 44 اللي كاين في اللائحه يمثل حيا معين وهؤلاء الشباب اللي كانوا كيشتغلوا في الميدان الجمعوي وكانوا قرابين من المواطنين وبالتالي كانوا فعلا لهم من الامكانيات انهم يترجموا هذه المعاناه ديال المواطنين الحمان على داخل المؤسسات المنتخبه واللي هي الجماعه وكنتمنوا اننا نكونوا نلعبوا ادوار تلاقيه في هذه الاستحقاقات اللي كاينه خصوصا في المقاطعه ديال المملكه. مجلس المدينة يعاني إشكالات بنيوية وعميقة جدا وعلى رأسها قطاع المال يعني هذا العمود الفقري ديال الميزانية اللي مهم
مهمة جدا وكتنعكس كل ما كانت يعني في يعني في واحد القيمة اللي مهمة كتنعكس على التدبير، وكل ما يعني تقلصت عاود كتنعكس على التدبير، خصوصا اننا كما كتعرفوا كيعرف الجميع ان فقط قطاع واحد ديال النظافة يستنزف 60% من الميزانية، واذا زدنا الموظفين كذلك اذا كنبقاو دائما كنلعبوا في النفقات الإجبارية فقط، يعني مع النفائض ما يمكن لك تحقق ميزانية التجهيز، وبالتالي كتبقى كدور في حلقة مفرغة. فعلا احنا عشنا هذه المشاكل على مدة 5 سنين، واللي كانت المقاربة اللي كيعتمد المجلس السابق هو فقط في إطار يعني معالجة ما يسمى بالقرار الجبائي من أجل الرفع من الميزانية، هذا كان خطأ وكانت مقاربة في غير محلها. نحن عندنا عدة حلول من أجل معالجة هذا الاختلال المالي، واللي هو اللي حطينا في صلب البرنامج اللي كان قدمه دابا للمواطنين، واللي على إثره خصنا أن المواطن يقتنع ويثيق في المشروع اللي قدمنا له ويقول كلمة ديالو في الاستحقاقات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.